الو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ جمال شمرخ، هي مرحبا لالا، شكون؟ معك ابتسام شكور، صحفية من مجلة سلطان الإلكترونية. تشرفينا لالا. على خير أستاذي، الله ينفسك. الله يخليك أستاذ، اتصلنا بك بما أنك الدفاع المتهم. غير نوقف، الله يخليك. نصيك نوقف. واخا تفضلي لالا. قلت لكم استاذ بانكم دفاع المتهم زين العابدين حواس، برنامج عن حزب الاستقلال ورئيس جماعه حزب السوالم. اتصلنا بك كمنبر اعلامي مسؤول باش تشرح لنا شنو وقع بالضبط وشنو نوعيه الملف المعروض امام القضاء. اولا شنو واقع بالضبط ما يمكنش ندخل في التفاصيل، لانه كما تعلمون الملف معروض على انظار سيد خالد التحقيق الغرفه الرابعه من محكمه سينا في الدار البيضاء، انه بالنظر لسريه التحقيق يعني القانون كيمنع لي انني ندلي بشي تصريح يتعلق يعني بالجوهر ديال الملف، ولكن في كافه الاحوال يمكن لي نعطيكم معطيات اوليه. سيدي العابدين حواس اللي هو رئيس مجلس الجماعه الحضريه لحد السوالم وممثل اقليم برشيد بمجلس النواب، تم تقديمه من طرف الفرقه الوطنيه للبرك الملكي بالرباط، تم تقديمه امام السيد الوكيل العام لدى محكمه السيناء في الدار البيضاء نهار 22 يونيو الجاري، يعني نهار الخميس. السيد الوكيل العام بعد الاستنطاق بطبيعه امام النيابه العامه ارتاى ان يحيله على السيد قاضي التحقيق. نعم. والسيد قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الابتدائي نهار يوم الخميس كذلك ارتاى وضعه تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي في انتظار تعيين جلسه ديال الاستنطاق التفصيلي اللي هي كنتظروها. اذا هذا هو الملف، وهو ما وقع في الملف. يعني نحن نحترم القرارات القضائيه، وحنا في انتظار الجلسه ديال الاستنطاق التفصيلي باش نتقدموا بكافه الاوجه الدفاع اللي كيتسلى لنا القانون. واضح استاذ. ولكن حنا لاحظنا انه في الساعات الاخيره كان يعني كانت ضجه في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا انه تم حجز 17 مليار في الاقامه الكائنه في دار بوعزه واللي كتخص زي العابدين حواس، يعني ما مدى صحه ما ينشر؟ اولا انا كنحييكم كنحييكم صراحه انكم تحريتوا الحصول على الحقيقه وعلى الخبر، يعني من المصدرين، واتصلتوا بالدفاع ديال المتهم. مع كامل الاسف الكل لاحظ هذه المساله هذه، ان واحد الاشاعه انتشرت بواحد الشكل كبير في المواقع ديال التواصل الاجتماعي وفي المنابر في بعض المنابر الاعلاميه الالكترونيه. هذا الشيء انا كنأكد لكم من موقعي كدفاع ديال سيدي العابدين حواس انه غير صحيح اطلاقا. هذا الشيء عاري تماما عن الصحه، وانا غنعطيكم علاش. هذاك الشيء شنو كيقولوا؟ كيقولوا بانه الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، كيقولوا الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه انتقلت يوم السبت، هذا السبت الماضي اللي هو 24، يعني ليله السبت الاحد 24 يونيو على الساعه 2 صباحا الاقامه ديالو في دار بوعزه طماريس، وحجزات واحد المبلغ ديال 17 مليار سنتيم من فئات ورقيه نقديه ديال 200 درهم، وبحضور الزوجه ديالو اللي كانت في عين المكان. اولا الزوجه ديالو ما كايناش في عين المكان، لان الزوجه ديالو من نهار 21 يونيو صباحا وهي في المستشفى الى يومنا هذا، وهي في المستشفى. والفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه لا علاقه لها بهذا الملف، اللي تولات فيه البحث التمهيدي هي الفرقه الوطنيه للدرك الملكي. وهذا ولم ونزيد ناكد لكم بانه الى حدود اليوم، يعني الملف انتهى في اصلا البحث التمهيدي، لان الملف بين يدي القضاء. الفرقه الوطنيه او الشرطه القضائيه قامت بالدور ديالها وقدمات للسيد، والنيابه العامه دارت ملتمس الذي نحترمه واحالته على التحقيق. يعني هادشي وقع نهار الخميس، يعني من الخميس الى يومنا هذا الملف بين يدي القضاء وخراج من يدي الشرطه القضائيه. ولم يقع، يعني كان ماشي غير الاقامه ديال دار بوعزه، كافه المنازل والاقامات ديال السيد ديال الموكل ديالي لم يتم تفتيش اي منزل، يعني ما كاين حتى اجراء من هذا النوع، ولم يتم حجز، والزوجه ديالو كاينه في المستشفى، وهذا الشيء بعيد تماما عن الصحه ويعني وغير صحيح. ومن هذا المنبر اولا انا كنحييكم لانكم تحريتوا الحصول على الحقيقه من مصدرها. من هذا المنبر كنتوجه بواحد النداء، طرح واحد النداء للراي العام انه ما يصدقش الاشاعات وما ينساقش وراءها، هذا النقطه الاولى. ونداء المنابر الاعلاميه انها تتحلى بواحد الحد ادنى من المسؤوليه،
والناس تتحرى الدقه في نشر الخبر، لانه تستحضر واحد المبدا دستوري اللي هو قرينه البراءه، وانا المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وبالتالي يبعدوا على هذا ينشروا الخبر ملي يتحروا الصحه ديالو. وحنا الهاتف ديالنا هو متاح، انتم حصلتوا عليه، انتم حصلتوا عليه واتصلتوا بنا، يعني يتحروا المصداقيه ويتحروا صحه الخبر من المصادر ديالو. وشكرا جزيلا لكم، كنشكركم. واضح استاذي، شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامه. مع السلامه. شكرا.